على ورثه داخل العائله كامله في صراع مالي. يا ما صار على حكايه الغيتاج في العائلات. وانت عندك دور عايشه. انا دور عايشه، المراه الكيس حل قلبها الغلام ميت ما تشبهليش بكل. واضح. معناها زيد دور في خدمه وفي في خدمه ماهوش ساهل. العمل هذا يضيف لمسيرة نادرة الملوم. كل شيء يضيف. كل شيء تجاربي الكل تضيف لي ونتحمل مسؤوليتي التامه في جميع على جميع المستويات وعلى جميع الاصعده. تري بيان. دونك عمري انا ما وما جاني حد قال لي بستيف، دونك انا قبلت بالحق. انت قبلت عشفتني. اقتنعت بشويه. ريت خدمه نظيفه فما ديبويمون فما ديكوباج فما او ديتاي بري معناها ديكوباج بالكليم فما كان عندي محترف. بعض المؤاخذات بالرغم اللي قعدت متفاجئه من صغر سنهم. بعد قلت راك ما تنجمش تخلصني. الكاشي نتاعي عالي شويه. ما تنجمش، قال لي قلت راك ما تنجمش، بعد قال لي نجم تعاوني تعمل لي سوء. بون هوني تعدينا لمرحله اخرى. باهي. صحيح انا ومدام عزيزه وحسين اتفقنا ان بالحق ما نحبطوهمش كفريق شاب، كان تشوفوا شعملوا الناس هذوما تسلفوا فلوس اللي عمل قرض اللي خدام من دارهم، معناها كي زدت شفت الاسرار. تحيه لهم احلاهم احلاهم الفريق هذا. بالحق بالحق. المهم بفكرته يحب يوصلها. المهم ما نتحدى صعوبات الكل. قديش من الكاشي نتاعك العادي خدمت؟ قديش؟ 30 40 50 70 80% من الكاشي نتاعك العادي؟ 30% 30% من الكاشي نتاعك العادي. نحييك على هذا انك باش تساهم فيه. ومانيش نادمه وتحيه ليهم وبالحق انا متشرفه بهم ومتشرفه بالعزيمه نتاعهم واصرارهم وحبهم للمهنه هذه. وكنت الحقيقه ريت وانا نصور انا نشوف فيه العمل راه وانا نصور بحكم الخبره وليت كي نقرا محمد نعرف وين نقاط القوه وين نقاط الضعف. ياما قريت سيناريوهات ياما اللي خدمته واللي ما خدمتوش وفي وسط التصوير نبدا نشوف العمل. مشاركت ايضا في اعاده كتابه سيناريو انت؟ فيما يخصني الحقيقه فما مشاهد انا مش حاضره فيهم وقلت لهم قلت يمكن لو كنت حاضره كانت تكون حاجه اخرى معناها سواء على اكيد باش نضيف لهم معناها باش نعاونهم باش العمل من الاول كان مقرر 10 حلقات برك؟ لا 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 كان 15 حلقه. ما الذي جعله من 15؟ هاني قلت لك احنا راه بدينا شهر بركه تصوير وفي وسط الثنيه معناها واحنا في تومبك التصوير توفى ريان، تصور فما مشاهد مصورهم ريان يرحمه من الاول وفما مشاهد في الاخر، دونك فما مشاهد قعدت في الوسط خاطر بالديكور تحذفت المشاهد هذيك، المونتاج تبدل، الحكايه تبدلت، الخيط الدرامي تبدل، كل شيء تبدل معناها. ونعطيك حاجة على الصعوبات، نحب الشباب يسمعني باش يفهموا قديش أنا الفريق هذا نحييه وقديش فخورة بهم الكل من غير ما نذكر الأسماء الكل. احنا أكثر من زوز ممثلين نخدموا بالبيرش، فما كان دو ميكرو، كانوا فما ثلاثة واحد تكسر. وأفيك سا خدموا. الماتريال كارينو بالسلفة، هما متسلفين باش كريوا الماتريال. تحية كبيرة، تحية كبيرة للشباب اللي يؤمن بفكرته باش يصنع حلمته. يعطيك الصحة. دونك أنا نحب كي نخزر الشطر نتاع الكاس المليان. غازي العامري نسلم عليك، أنا فرحان برشا نسمع عليك الكلام هذايا، وإن شاء الله تكون موجود بحذانا زاد في قادم الأيام ونحكيو على الإرادة نتاعك هذايا. باهي العمل مش كأنه مظلوم شوية اليوم؟ ما تحكيش عليه، مش قاعد يتشاف؟ لا متوقع. متوقع بالحق. علاش؟ انا قلت لك وين نصور نشوف العمل راه. تشوف فيه بالباهي ولا تشوف فيه باش يصير هكا؟ نشوف كل شيء، شوف ريت شفت كل شيء اللي باش يصير، شفت التصويره، شفت التفاعل الناس، شفت شنو اللي باش يتقال، كله شفته. مش نشكر في روحي لكن هذا كله شفته، لكن انا نحييهم ونحب نسلم بربي على فراس الجمل اف جي موتورز. اف جي موتورز بما انه يحكي المسلسل على تركا كنا حاشتنا بكراهب من خمين مشينا باش ناخذوا كراهب بون هما مشاو فريق التصوير باش يصوروا عمل لهم سوم زيدا بالضبط راه نفس الشيء اللي صار معايا صار مع برشا ناس. الكل عاونوا كل واحد عاون كل واحد عاون بطريقته معناها باش ما تحبطهمش وباش كيف دخل في اجواء التصوير ما نعرفش اسكو صار له اللي صار لينا ولا كمل معاهم جوسكو بو وخذيت ثلاثة جمعات الاخرانيين على عاتقه في اللوجيستيك في اللي تتصور انت في ماكلتهم في شربهم في سحورهم في ناس صايمين يقوموا بكري وفي الليل يصاروا يخدموا اللي في الميكساج واللي في المونتاج فريق صغير شاب دونك تحيه ليه بالحق اللي عاونهم بالكدي شكرا ليه خذيت راه اون مارش. عمل مظلوم اليوم؟ لا لا مش مظلوم لا ان شاء الله بشويه بشويه ياخذ بلاصته على خاطر تظلم في المونتاج ما تسميش تظلم شوف قدام زميل لينا وظروف صعيبه كيف ما هكا انا راه بالحق نجح حتى على يوتيوب بالظروف هذه اللي حكيتها حتى على يوتيوب العمل قاعد يتراجع بالكبير والحلقه الاولى 34000 الثانيه 9000 الثالثه 7000 تهمك الارقام ولا شوف من جهه تهمني الارقام ومن جهه لا الارقام ماهيش مقياس
ماهيش مقياس معناها الحقيقه على خاطر من جهه تهمني من جهه لا.